أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس والقاهرة في المنفى، وضيفي اليوم هو الأستاذ جمال عيد المحامي والمدافع الحقوقي ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ جمال، وعاش من شافك. أهلا بيك مارلين، منوراني. طيب ليه اتوقف العمل بالشبكة العربية؟ على غير رغبتنا، إيقاف العمل كان على غير رغبتنا. إحنا بنتعرض لهجمات بوليسية يعني ورا بعض، فيها كل أنواع الجرائم، اعتداءات في الشارع، سرقة عربيات، قبض على زمايلي، محاولة تجنيد بعضهم للعمل كمرشدين، تشهير يعني رخيص في الإعلام. مواقف أنا أقدر أتحملها، لكن لما يبدأوا يقبضوا على زمايلي يعني ده شعور صعب. فكان جزء من الأسباب المهمة هو إنه أحمي الناس، لأنه حتى بعضهم اللي كان بيتم استدعائهم ومحاولة تجنيدهم من العمل المخبرين علينا، لما كانوا بيقولوا لهم طب نمشي يقولوا لهم لو مشيتوا هنقبض عليكم برضو. فكان لازم أنا أقفل من ناحية. الجانب الثاني إنه القانون البوليسي اللي عملوه للجمعيات، يعني زي ما بيقولوا رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. بدأنا يعني على غير رغبتي، لكن قرار جماعي بأغلبية إن إحنا نسجل. فجت لنا الرسالة، هم عرفوا بالاجتماع وباللي دار فيه، جت الرسالة بوضوح إنه زي ما بيتم للأسف ومع احترامي للعديد من المؤسسات يعني تغيروا النشاط وتغيروا اسم الشبكة، ما فيش حاجة اسمها حرية تعبير، ما فيش حاجة اسمها سجون، غيروا الاسم، البعض ممكن يقبل ده حقه. لكن في الحقيقة مش بعد السن والتاريخ ده كله هنقبل التواطؤ، والتواطؤ لفظ مخفف لتعبير تاني. فأشرف لنا نقفل ونشتغل كمحامين فرادة من إن إحنا نبقى مؤسسة يعني ديكور أو كوافير تلمع وتزين صورة سودة بنعترض عليها. أكيد، وبالتاريخ الطويل ده لازم طبعا موقف مشرف يعني. طيب ناس كتير سابت مصر وأنت فضلت في مصر، هل ده إجبار؟ هل ده لأنك ممنوع من السفر، ولا هل أنت اخترت تبقى في مصر؟ الموضوع في الحقيقة أوسع شوية من فكرة. أنا طبعا ممنوع من السفر من 8 سنوات بسبب القضية الانتقامية وقضية المجتمع المدني اللي هي فيها كلام إني أنا كبير، أنا داخل على 60 سنة. أنا عشت في نيويورك، يعني اشتغلت مع الأمم المتحدة واشتغلت مع هيومن رايتس ووتش، وزوجتي موجودة وكنت أقدر أخد الجنسية، بس أنا كبير ما عنديش جذور. أنا مع حق الناس تعيش طبعا، زي ما بقول انه انا كبير وداخل على 60 ومش ضد، ومع حق الناس انها تسافر وانها تعيش بره، لكن انا ما عنديش جذور. انا سبت نيويورك وانا ناجح في شغلي ومقرر اعيش في مصر. مأذي او مضار من منع السفر صحيح، بس مش لاني عايز اعيش بره. انا مش ضد اللي عايشين بره ومعاهم، وهم مصريين وليهم الحق تماما، بس انا اختياري عايز اعيش جوه عشان ما عنديش جذور، وعايش ويعني موجود جوه لاني عايز ابقى في مصر مش اكتر. ولا هي وطنيه رخيصه ولا هي مزايده على حد اختار المكان اللي انا اعيش فيه. انا عايش في مصر لكني بحب السفر، دي حاجه مهمه، ايوه بحب طبعا. السفر. مصر مكان صعب يتعاش فيه، مصر ما بين سيطره الدبابة واللحية، الحقيقة الاتنين لسه موجودين، مكان بتحتاج تخرجي منه شوية تشمي شوية أكسجين وترجعي له. فأنا موجود هنا باختياري، لكن ممنوع من السفر باختيار انتقامي، مش قانوني طبعا، انتقامي سياسي حتى لو مغلف بغلاف قانوني.
نعم. طيب أنت يعني في مرة النظام قرر إنه يؤدبوك وضربوك في الشارع، ماذا حدث؟ مش مرة واحدة، عدة مرات، عدة مرات، أنا معرفش عدة كل دي. مرات. لا، عدة مرات. مرة ضربوني في الشارع وكسروا ضلوعي وسرقوني، ومرة تاني ضربوني وصوروني ودلقوا عليا أبويا، مرة سرقوا عربيتي، كاميرات جابت اللي سرقها، والونش شالوها على ونش، كاميرات موجودة، واللي هو من أحد الضباط اللي في مكافحة سرقة السيارات، اللي هو أنت عارف الموضوع بعيد عننا يعني، وسرقوا عربية زميلتي بونش برضه، والفيديوهات عندنا، احنا نفسنا عندنا الفيديوهات، وكسروا عربية زميلتي قبل ما يسرقوها. وتهديدات بلغت بيها النيابة، أنا محامي عارف إن مفيش سيادة قانون، لكن ليه التوثيق زي اللي حضرتك بتعمليه؟ رحنا للنيابة، والنيابة نزلت وعينت وسمعت الشهود، وفي الآخر وكيل النيابة بيقول أصل الموضوع كبير. ففي الحقيقة دي هتبقى مقولة خالدة لما النيابة نفسها تقول ده موضوع كبير، يعني إيه؟ حقيقي. وما فيش حاجة، يعني نظام بوليسي، أنا لسه حي. يعني السكت عن الحق شيطان أخرس، يعني بحاول ما أكونش الشيطان الأخرس. وأنت لست كذلك بالتأكيد. يعني في رأيك إيه الفرق؟ يعني إحنا كنا زملاء حقوقيين من زمان، في رأيك إيه الفرق بين العمل في حقوق الإنسان زمان والعمل في حقوق الإنسان في آخر 10 سنوات من بعد الثورة؟ بوضوح شديد، العمل في الشارع وفي المحاكم كمحامي او كحقوقي كان تحت نظام مبارك، هناك هامش حتى لو شكلي، كان في مشاكل في القضاء، ومشاكل في سيطرة جهاز امن الدولة بوضوح. الان الجزء الشكلي من احترام القانون او من احترام العدالة والقضاء مش موجود، انه الهامش اللي في الشارع ما بقاش موجود. انت بتنزل الشارع الان مخبر ومواطن، مخبر ومواطن، وبعدين مخبر ومخبر متخفي ومخبر تاني، وكماين في الشوارع. تقريبا الجرائم العادية ممكن تعدي ما فيش حاجة، بس خلي مواطن واحد، وده المرة حصلت اتنين، مواطن واحد يخرج يقول كلمة او يرفع لفتة، احمد بدوي موجود، والشاب اللي كان رافع لفتة في التحرير، والاخيرا البنت اللي في السويس. فهو الدولة هنا وأوسع من الأمن، من أمن الدولة، الدولة بكل أجهزتها مجيشة لإسكات الناس، لتجويعهم، زي ما بيقولوا للسيطرة عليهم. فمبارك كان نظام ديكتاتوري، الآن نظام يعني أسوأ بمراحل من نظام مبارك، لكن هذا لا يعني الترحم على نظام مبارك على الإطلاق. المصريين دفعوا ثمن حرية وديمقراطية، والمصريين يستحقوا الحرية والديمقراطية والحكم المدني، دون زي ما بيقولوا دون أي رتوش، دون أي كذا، عسكرية بوليسية أو دينية، حكم مدني، اللي يعني المتدين على عيننا وعلى راسنا، الجيش على الحدود يحمي لكن ما يحكمش، طبعا ده حقنا ولازم نساعده. طبعا. أفهم من كده إنك ضد البعض اللي بيقول عايزين علاء مبارك يرجع. علاء مبارك وأخوه ده زي ما بيقولوا صفحة طوت، صفحة طوت. بعض الناس من لأنها زهقانة الآن، فبيقولوا اللي هو ولا يوم من أيامك مبارك أو علاء، بس من جواهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. في الحقيقة هو مش ولا هيترشح، ولا يعني ولا القانون ولا الناس هتقبل بيه. الناس في فرق بين اللي الناس بتقوله من غلبها وما يمكن أن يكون على أرض الواقع.
في الحقيقة، أصل هو عشان ينزل وانتخابات معناه يبقى فيه انتخابات مش مسلسل. مظبوط. وبالمناسبة كلمة مسلسل دي منسوبة لي في الاتهامات بتاعت قضية المجتمع المدني، إن أنا قلت على الانتخابات الرئاسية مسلسل مؤولات. هي لو انتخابات خليه ينزل، بس ده معناه إن آخرين أكثر جدارة واستحقاقا ومصداقية أو يعني موثوقين من الناس هيبقى عندهم فرص. ومع كل اختلافي واحترامي للي شايفين مشاكل في انتخابات 2012 اللي هي رأيي كانت الانتخابات الوحيدة من قبل يعني حركة 52، إنه هيبقى الفرص متاحة، إنما مش تبقى متاحة للبعض والبعض لا، خليها متاحة للجميع. وينزل السيسي وينزل شفيق وينزل مراد مرافي وينزل سمعنان وعلاء مبارك، بس ينزل كمان ناس في رأيي أفضل، ينزل الجميع، إنما ما تتفصلش في حدود الرئيس ومؤيد الرئيس موسى مصطفى موسى الجديد أو القديم أو جمال مبارك. يعني مصر في الحقيقة تستحق أفضل. إيه رأيك في استراتيجية حقوق الإنسان المزعومة وأداء كمان المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ يعني أنا حاسة إنهم أخدوا الكلمات بتاعتنا زي ما هي وحوروها بحيث إنه الناس بقت بتكره حتى حقوق الإنسان لأن تم التشهير بيها، وبعدين قال لك احنا نعمل استراتيجية ونعمل مجلس. يعني طبعا المجلس موجود من زمان بس دلوقتي ماسكاه مشيرة خطاب. يعني رأيك فيه ايه وفي أدائه، ورأيك ايه في الاستراتيجية نفسها؟ الاستراتيجية ما تسمى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس القومي والحوار والهيئة العليا هي وأخرى خطوات شكلية وإجراءات ورقية الهدف منها ليس تحسين حالة حقوق الإنسان، ليس زي ما بيقولوا ترسيخ حريات المصريين، ليس يعني تأكيد سيادة القانون، ولكن تجميل صورة النظام مظبوط. وزي ما بيقولوا للاستهلاك الخارجي الإعلامي مع الدول أو مع الإعلام اللي بره. خلينا أقول لك إنه في نقطة فيصلية حصلت عشان كده الإجراءات الشكلية دي كرت وراها. في مارس 2021 خرج بيان واضح وشديد من 31 دولة أغلبهم أصدقاء ومقربين من الدولة المصرية أو من الحكومة المصرية بيدين وبوضوح تاريخ أو السجل الأسود للحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان. طلعوا يعني بعض الإعلاميين اللي هم الدرجة الثانية يعني يهاجموه ويهرتلوا، لكن في الحقيقة جزء من أجهزة الدولة حست إنه الموضوع بقى مفضوح، عايزين نعمل شوية إجراءات نخلي الموضوع شكله أفضل مش نحسن حالة حقوق الإنسان. فبدأوا بالاستراتيجية اللي هي ورق فاخر وكلام كلام نظري لطيف لكنه لا يغني ولا يسمن منه، وفي الحقيقة لما تقري فيه تكتشف إنه مضمونها إنه في شوية مشاكل بس بين المواطنين وبين بعضهم. إحنا الدولة عايزين نحل المشاكل دي، مفيش اعتراف بانتهاكات في السجون أو بسيطرة على الإعلام، فيتكلموا إن الإعلام الناس بتشتم بعض، وفي الحقيقة مفيش إعلام، فهي ورق فاخر الحشو بتاعه تافه ورخيص، دي الاستراتيجية. بعد شوية لغوا قانون الطوارئ، دي خطوة تانية، لكن جابوا المواد اللي موجودة فيه وحطوها في قوانين عادية، فبقت حالة الطوارئ اللي هي كانت في قانون يقف أو يتطبق بقت موجودة طول الوقت. بعدها غيروا المجلس القومي الشغوصي. خليني اقول لك انه كان عندنا اعتراضات شديده على يعني ابن هزيمه يونيو محمد فايق اللي كان بيدير المجلس نعم. هذا المتواطئ على حقوق الانسان واللي كان بيشتغل في الحقيقه يلمع الصوره نعم. ربنا ينتقم منه على تواطؤ على حقوق المصريين، فجابوا مجلس اسوأ اسوأ، وانا بقول
وانا يعني عارف حقوق الانسان، جابوا ما تسمى بمنظمات الجونجوس، كتير منها جونجوس جي ان جي المتوسطه اوز. الفاسده ايوه ايوه كتير جدا منها، وجابوا مشيرة خطاب اللي هو تاريخها خدمة مبارك والتواطؤ على مكتبات الكرامة وصورة شيك سيدة بتلبس شيك وبتتكلم لغات، لكني لم أرى الحق يجري على لسانها مرة بتقول عن مجلس في القومي. سبع السجون سبع نجوم. ده المجلس القومي. بعد شوية اتكلموا على ما يسمى بلجنة عفو رئاسي جديد، نعم. وبعدين حوار وطني. دي إجراءات شكلية. أنا ما اللي يهمني، كانوا بيقولوا زمان على الاتحاد السوفيتي إنه طلع الفضاء بس ما وفرش السكر على أرفف المحلات للمواطنين. هم هنا عملوا أكبر نجفة وأكبر صاري وأكبر جامع وأكبر معرفش كنيسة وكذا، لكن سلبوا من المواطن رغيف عيشه وحريته، وجابوا ناس تقنعوا إن الحاجات دي مش مهمة، المهم يبقى شكلنا حلو، يبقى عندنا نيش كويس في البيت، مش مهم من جوع. طبعا في ناس مخضوضه وبتحاول تصدق ده عشان ما تفوقش للواقع الموحش اللي احنا موجودين فيه. فهي اجراءات، انا ما يعنيني هل الاجراءات دي يعني رسخت حقوق الانسان او زودت سياده القانون. في الحقيقه مفيش سياده قانون في مصر، مفيش عداله، مفيش عداله في مصر. هناك من يلمع الصورة السيئة اللي منهم المجلس أو هذه الاستراتيجية. طب يعني الحوار الوطني أنت لم تدع إليه، مش كده؟ الحمد لله، نعم. الحمد لله. إيه رأيك فيه؟ وخاصة يعني أنا متصورة رأيك فيه إيه، بس خاصة إنه يعني بيخرج بعض الناس من السجون، وعنده قوائم كل شوية بيحط لنا يعني قائمة من 5 تنفار 10 تنفار، يطلعهم من السجن، منهم أسماء كبيرة أو يعني مشهورة. رأيك فيه إيه؟ هل يستحق إن الناس تشارك فيه؟ شوفي، أنا من حيث المبدأ، لأن أنا محامي حقوقي مش في حزب سياسي راديكالي، مع احترامي للي في حزب راديكالي، أنا مش ضد الحوار مع الصوت على الإطلاق. أنا في 2022 دعيت للقائين مع المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي أنا يعني اللي هم عارفين رأيي فيه، لكني ما رفضتش، رحت وقعدت مع مشيرة خطاب وطلبت بوضوح وقلت لهم كحقوقي لا نطلب منكم ان انتوا تتخانقوا او تخرجوا عن طوع الدوله، لكن كمان لا تتواطؤوا وتبقوا شاهد زور. قلت كده بوضوح، بالظبط بالظبط يعني حاولوا يعملوا اللي عليكم، ممكن في مظبوط قضيه تسكتوا او في قضيه تقولوا احنا عملنا جهدنا بس مش قادرين، المهم ما تتحولوش زي ما بيقولوا يعني لشاهد زور، اتحولوا لشاهد زور. في الحوار الوطني كتير من اللي شاركوا هم عارفين انها ممكن تبقى بقعة سودة في توبهم، فهم خرجوا يبرروا ليه شاركوا، ان احنا جايز نقدر نخرج بريء، جايز نقدر نخرج مسجون رأي. فهو موقف مش مبدأ، فأنا مختلف مع الحوار لكني مش هزايد على اللي شاركوا. لكن رأيي الشخصي، أنا لم أدعى، وإذا دعيت ما كنتش مش هب... أنا مش هروح، لأن أنا روحي في مناخيري من هذا النظام أنا لا أثق فيه على الإطلاق، لكن ممكن غيري يبقى شاطر في التفاوض. أنا كنت هعتبره لو يعني لو أنا دعيت ليه وبعض الناس اللي ما دعيش إنه محاولة للتدجين مش للحوار. هو ما فيش شروط حوار، وهم عارفين إنه ما فيش شروط حوار. ثانيا، أكذوبة إن هو أفرغ عن البعض، أنا أشعر، أنا مع حرية طبعا اللي خرجوا، لكن أشعر بالتعاسة لما يتقال الرئيس عفى عن بعض المحبوسين احتياطيا، لأن الرئيس لا يملك العفو عن محبوس احتياطي. في الحقيقة لو أنا من النائب العام وحد قال ده، إما هستقيل إما هعاقب اللي يقول ده لو أنا نائب عام وقد منصبي، مظبوط لأنه الحبس الاحتياطي هي سلطة النائب العام.
ويجب من الاساس ليه حبسهم؟ في مفيش قرائن بيسيبهم وتجديد ورقي وتدوير. كمان يجي الافراج بحد ليس يعني مش قضاء خالص، رئيس الجمهوريه. ففي الحقيقه كمان بقى جنب ده، يعني انه اللي بيخرج بيدخل مكانه ناس او اكتر. المنظمات اللي خرجت اتكلمت على انه خرج حوالي 1000 بالتقريب، في الارقام دي اتقبض على حوالي 3000، فهي اكذوبه. وانا لو من هذا النظام هعمل كده، انا لازم يعني زي ما بيقولوا اخوف هذا الشعب واحبس ناس منه واجوعه عشان اعرف اسيطر عليه، لانه الخائف والجائع يسهل قيادته، يعني قيادته، وممكن يضحي بحريته عشان لقمة عيشه، فولا بياخد لقمته ولا بياخد لقمته ولا بياخد حريته. تمام. طيب، يعني في انتخابات رئاسية قادمة، ما رأيك؟ هيكون في انتخابات يعني مظبوطة، الناس تنزل، الناس ما تنزلش، إيه رأيك؟ حتى هذه اللحظة اللي هو موجود، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، وامضي او انتخب يا ابو العيلة. ماليش، مش هصدر على المستقبل، اتمنى يتغير، بس هذا حتى هذه اللحظة مفيش مؤشر بيقول اللي جاي انتخابات. وما ينفعش نقول ده الورق وبالقانون، لان هي دولة لا تحترم القانون، نعم. لانه بالقانون كتير مش هيتكلموا، كتير هيبقوا بيدافعوا عن نفسهم في وهم محبوسين من اللي بيتكلموا دلوقتي. ففي الحقيقة حتى هذه اللحظة، يعني في الأسبوع الثاني من أغسطس، مفيش مؤشر على جدية أو كلام عن انتخابات حقيقية، ممكن تبقى تشبه ما سبقها. و يعني حد الله بيننا وبين ما سبقها، أو بيننا وبين ما يتم حتى الآن. طيب، يعني هرجع تاني شوية. أنت قلت إن السنوات العشرة السابقة في حوار ليك قلت إنها سنوات ظلام، فهل هناك مخرج؟ يعني لو المخرج ما هواش انتخابات، لأن الانتخابات شكلية وصورية، ما هو المخرج؟ الأول لازم نقول إنه لازم يكون في مخرج، لأنه مستحيل هذا الوضع يستمر، لأنه بينذر بانفجار كلنا نخسر كلنا بما فيه قراءتي للمشهد، وأتمنى أكون مخطئ، إن ممكن يبقى فيه عنف. فلازم يبقى فيه مخرج. مخرج ده في الحقيقة أغلب قيوده مش كلها في إيد السلطة، إنه زي ما بيقولوا استثناء أغلب فئات الشعب والمعارضين وتخوينهم مش حل ليكم. ده ممكن يقعدكم فترة في الحكم، لكنه يزيد زي ما بيقولوا الكفة من يرغبون في معاقبتكم فيما بعد. الآن الجيش، المخابرات، وزارة الداخلية، القضاء، الإعلام، الأحزاب السياسية والنقابات، في الحقيقة عليهم يقولوا إنه كفى هذا الفشل ويلا نبدأ صفحة جديدة. لكن الخيوط اللي يبدأ صفحة جديدة اللي في إيده السلطة، إنه يعترف وإنه ياخد خطوات ورا ويعتذر، وإن من أجرم يحاسب ليس بانتقام ولكن يحاسب بعدالة. المخرج ما فيش غير إنه الجيش يرجع سكناته، يحمي والاحترام لما يقوم بدوره، الدين في الكنيسة والجامع والمعهد والمعبد والمحراب على عيننا وراسنا، لكن الدولة هي مجموعة موظفين تخدم مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم أو ديانتهم. الدولة مفيش حاجة اسمها الدولة تبني جامع أو كنيسة أو الدولة مسلمة أو كذا، الدولة موظفين يخدموا المواطن طالما بيدفع ضريبة، ونقطة. لازم يبقى ده العهد الاجتماعي او العقد الاجتماعي اللي بين الجميع. انا مش شايف ده، وانا عندي حق، ما عنديش اي ثقه في هذا النظام
اللي يسجن اصحابي، وبيضطر اصحاب اخرين للهجره، وعيلتي تسافر، ويضربني في الشارع، ويوقف شغلي، ويشهر بيا، ويسرقني. اثق فيه ليه يعني؟ ما بيحترمش قانون. انا كارثه مصر نمره واحد، كوارث عديده بس كارثتها نمره واحد، اللي هي مؤذيه. لو النهارده تم التراجع وبدء عهد جديد، هنفضل في كارثه ما لا يقل عن 10 سنين، هي غياب استقلال القضاء والتدخل فيه. لان الوزير، وزير داخليه، ينفع نشيله ونجيب وزير تاني النهارده ونبدا اصلاح. القضاء لا يقال، القضاء بتنتظر الجيل اللي موجود، اللي عنده مشاكل يمشي او يستقيل، لا تقيليه، عشان يبدا جيل تاني. كارثه استقلال القضاء هي نمره واحد في مصر. ولما بتغيب العداله كل شيء بيغيب، ودي العداله حينما تنتهك وتبقى مش موجوده مش اقل من 10 سنين، يعني 10 سنين وانت طالع عشان تصلحيها. ما تتصلحش بقرار، ما شيلش قاضي، ما رفدوش، ما ينفعش. ينفع اشيل اي وزير، اشيل رئيس، ما شيلش قاضي. فعشان نصلحه فاحنا بناخد سنين. فدي الكارثه اللي علينا كلنا نعي بيها. واللي النهارده بيحاول يخرب في جهاز العداله، يعني مش فيلم عربي، بس كتير منهم بيقعوا في الحفره دي. السحر بيتقلب على السحر. غياب العداله ضرر لينا وللي في السلطه. أي طيب، يعني في ظل عسكرة الدولة بالشكل الرهيب ده، اللي هو تدخل الدولة سواء في القضاء أو في أي حاجة، في الاستثمار، في كل شيء في الدولة، في الأراضي، يعني أنا مش شايفة فيه حل. يعني شايفة إنه الدنيا شكلها مظلمة شوية. إيه الحل؟ لكن يعني أنا راجل طول الوقت ببص لقدام متفائل. يعني أشد اللحظات ظلام هي اللي بتسبق ظهور الفجر دايما. بالمناسبة الظلام اللي احنا فيه ليس الأشد، لسه ممكن يبقى أسود أو أكتر ظلمة من اللي موجود ده، بس قربنا له وبعدها ما فيش مخرج. عايز أقول لك من الحاجات اللي تخليني متفائل، مش بالضرورة على المستوى الشخصي، انه في الحقيقه الان الاعلام بيستخدم في دول كتير لتغييب الناس وتضليلهم نعم. واقناعهم باوضاع على غير الحقيقه. ما بقاش موجود. هاتيلي 2 مواطنين عاقلين بيثقوا في الاعلام المصري الان، ما فيش. ما فيش طبعا. طيب هاتيلي حد في مصر النهارده، الناس في جوه مصر، الناس قادره تتابعه ولا مهتمه ببرنامجه؟ ما فيش. حتى اللي كان عنده 30% مصداقيه، بعضهم يعني اللي بيحاول بقى، الدولة، هي الدولة مش احنا اللي بتحط قدام اختيار، البلد يتعرض يا اما مالكش اكل عيش. نعم. يتعرض، فما فيش. الاعلاميين الحقيقيين بنشوفهم بره مصر، يعني فيديوهات ولقاءات اعلاميه. بعد الاعلام وغياب، مع الافقار وغياب خطه اكل، فيبقى ما فيش اعلام وما فيش اكل. ما فيش غير اخر حل اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو البطش والقبض. مفيش بعده. ده ممكن يدي حلول مسكنة وجزئية، لكنه ليس، مفيش دولة تقدر تستمر على هذا القمع على طول، خاصة إن القذافي كان بيقمع ويستمر بس عنده نفط وفلوس، فالناس بتاكل. كم إحنا أكل هنا، الناس. هنا إحنا هنا ولا أكل ولا سجاير، ولا يعني، ولا حتى كوره للي كوره، ولا فن عدل، ولا اعلام. ما فيش غير الهراوه والمسدس وقضبان السجن. ده ممكن مؤقت، بس ده كمان بيحرق مراحل. احنا بنتكلم على يعني مبارك قعد 30 سنه لانه في براح. احنا بعد 10 سنين وصلنا لاخر، لاسوأ من ايام مبارك. فعشان كده بقول انا متفائل مش متشائم على المدى، يعني على مدى الحرية. اوكي. يعني انا بحسدك على هذا التفاؤل، وبحسد اي حد متفائل. عايز اسالك، طيب
هل احنا اللي دلوقتي بره مصر لينا دور تفتكر؟ طبعا طبعا مش ليكوا دور، يعني هي بلدكم زي ما هي بلدنا وليكوا دور زي ما احنا لينا دور، ومش هبقى ما بعليش ولا بقلل من دور اي طرف، بس في الحقيقه اللي ما نقدرش نقوله بتقولوه، اللقاء اللي بتعمليه ده ومع غيري ده مهم، بالعكس زودي اللقاءات وانشري واكشف، لانها بلدك حتى لو انت مقيمه بالخارج، ما هي لوقت استثنائي ظرف طارئ، انما انت بتصنعي مع يعني مصر هي بتصنع مع ولاد بلدها بغض النظر عن اماكنهم طريق مدني ديمقراطي لمجتمع يحتملنا جميعا، اللي شايف ان المجتمع خاص بيه يقول البلد دي بتاعت الجميع، فلا يعني طبعا المهم انكم تستمروا. واقول لك على حاجه الوحيده اللي بتضايقني احيانا من اصدقاء نعم اللي بالخارج، نعم وضوح انه خصوصا اللي بيروح تركيا او الامارات او قطر، انه يبقى خايف يرجع او خايف يضيع فرصته اللي موجوده، فيبدا يجمل صوره نظام سعودي تركي قطري اماراتي. انا بحس نعم بالخجل من ده. في نعم الحقيقه انت ممكن تتكلم عن الناس، ما عندناش مشكله مع الناس على المجتمع، انما لما تجمل صوره نظام بحس بالخجل. انت لست مطالب يعني بيقع ناس كتير في ده. الامارات يعني دوله معاديه لكل كل الحريات والقانون، ودوله يعني بتستخدم فلوسها لسلب حريات الشعوب، دورها في السودان وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا نعم وفي اليمن، وقيسي بقى على ده وتركيا وقطر ففي الحقيقه هي انظمه الواحد يخجل منها، لا تجمل صوره نظام بصراحه. انت طبعا لم تلجأ لده، بس جايز عبر المنبر بتاعك انبه اصدقائي ان انا متعاطف معاك، انت ما بتسيبش نظام قمع عشان تروح تجمل صوره نظام قمعي اخر، عيب، ودي ما بتبقاش مجامله، المجامله انك تجامل الناس الشعوب مش الانظمه، بس فيما عدا ذلك ما فيش فروق خالص على الإطلاق. تمام. مشكلة الديون، ما هو حتى لو النظام مشي لأي سبب، يعني أنا أشك إنه هيمشي، إنما لأي سبب، يعني مصر أصبحت مكبلة بديون غير عادية. نخرج من ده إزاي؟ طبعا ديون ضخمة وكذا. أنا يعني هاخد صوت دولة من الدول الدائنة. في الحقيقة لو النظام مشي وتم تغيير لصالح ديمقراطية، لأن الديمقراطية تفيد الخارج والداخل، تضر دول زي إسرائيل ولا السعودية ولا الإمارات، ودول لا شأن لهم، يعني دول ما لهمش وزن لو مصر بقت دولة ديمقراطية. أنا هتنازل عن أغلب ديوني. بعد ثورة يناير يعني كان هناك نوايا ورغبات واسعة لدعم التجربة الديمقراطية في حقيقي مصر، لأنها كانت هتبقى تمد ديمقراطية في نعم المنطقة العربية، والدول كانت تتنافس في تقديم زي ما بيقولوا خدماتها وكذا. الوحيدين اللي هيتمسكوا بديونهم هم اللي هنقول لهم أبوكوا في العش ولا طار، لأن أنتوا ساهمتوا، تمام؟ دول نخاسين، دول يعني مرابين في الحياة، ما يتلائمش وزن. إنما لو بتتكلم على أغلب الديانة اللي في الغرب، هم مش لأن هم حلوين ولا هم شطار، لأن أوضاع ديمقراطية في المنطقة هتحد من الهجرة غير الشرعية، زي ما بيقولوا هتخلق لهم أسواق حقيقية، هتوقف جيوش والتطرف القمع والفساد اللي في المنطقه العربيه بيخلق فساد وتطرف بيعانوا منه، فهم كسبانين بشكل براغماتي. فهي الديون مشكله ضخمه، لكنها مش
المشكله الاضخم، المشكله الاضخم غياب استقلال القضاء. الديون هتتحل صدقيني، مفيش مشاكل مع ده. لو انا المانيا انا مش محتاج جزء من الديون وجزء من ديون فرنسا اسلحه. في الحقيقه هي اسلحه ما كانتش عشان احنا محتاجينها، عشان نشتري صمتها وتواطؤها. ف مش هي مشكله لكنها ليست المشكله الكبرى. طيب، يعني سؤال ربما يكون السؤال الأخير، يعني لما بتقف قدام قاضي، بما إنك بتتكلم عن القضاء إنه يعني ما صعب هيبقى إقالتهم، أو مش ما فيش حاجة اسمها إقالة قاضي. طيب لما بتقف قدام قاضي في القضايا اللي حاصلة دلوقتي، ما هو الفرق بين أما بتقف قدام قاضي دلوقتي ولما كنت بتقف قدام قاضي زمان قبل ال10 سنوات الموجودة دي؟ أقول لك على حاجتين يعني جوهريتين في هذا الأمر. للأسف من تقريبا من 2015 قللت بدرجة كبيرة جدا جدا نزولي في القضايا خصوصا السياسية هنا، لأن وشي معروف، ولأن في عدة مرات كان القضاة للأسف مش كل المرات بس مرات منها يركن الملف ويقول لي مش هنهدى يا أستاذ جمال، مش هنعمل يا استاذ جمال. فكان من الواضح ان قاضي قريب من السلطه طبعا وبيقول لي ده، فانا دايما كنت برد انا جاهز للدفاع، انا مستعد للدفاع. مره وحيده يعني قلت للقاضي حضرتك هتسمعني وتديني الامان؟ قال لي طبعا. قلت له حضرتك بتناقش بره القضيه؟ قال لي قول. قلت له انتوا سبب جوهري من اسباب المشكله. المناقشه دي دلوقتي بتدلل ان في مشكله. لو هو ما فيش مشكله مش هقعد قدام حضرتك ادافع عن بريء. انت هتبص في الملف هتقول لهم عيب عليكم اللي بيحصل ده. انما يعني انا اتمنى لكن اشك انه هيخرج البريء اللي انا جاي احضر معاه وخايف عليه ده دلوقتي، لانه حضرتك مش انت اللي هتدي القرار. وحضرتك وبدا قلت له انت اديتني الامان في الاول، وبعدين عشان خوف على اللي بيبقوا موجودين معايا بقى حضوري نادر نادر. من المرات اللي حضرت واتكلمت فيها في 2019 على قضية المنع بتاعتنا، الداخلية ضربتني بعدها، لأني قلت بوضوح في المحكمة القضاء لازم يدينا تفسير ليه منعنا لما يبقى قضاء ومستقل، خصوصا إنه هو نفسه والمحكمة دي هي اللي برأت الأجانب اللي احنا معاه براءتهم وعملت قصيدة شعر في المجتمع المدني. الآن عشان احنا بننتقد الداخلية هنستمر ننتقدها طول ما أداءها بوليسي وطول ما هي متوحشة وبتستهين بالقانون. ضربوني بعدها فأنا ما بحضرش. قليل أوي لما بحضر الآن. أيام مبارك كان في مساحة شوية عشان كان في حركة استقلال قضاء، واحنا فاكرينها مكي والبسطويسي الله الله طبعا يرحمه. طبعا للأسف أزيد لك آخر حاجة، إنه للأسف المشكلة ما بقتش في القضايا السياسية بس، اللي هي أنا شايف إنه ما فيش عدالة فيها. بدأ التطال الجنائي في القضايا العادية مش مصلح، لأن كتير من الموكلين بيجوا لي دلوقتي عندهم تعبير هو ابن ثقافة مجتمع، يقول له هو حضرتك ما تعرفش القاضي؟ هو جاي مش واثق في القانون كقانون، هو عايز كمان اللي يعرف القاضي. فده بيأثر على لقمة عيشنا. أنا ما بعرفش قضاه، ولو أعرف مش هحضر قدامه، ولو هو قاضي عادل مش هيقبل نظر القضية لأنه يعرفني. فده بيأثر. فالفارق يعني كان أيام مبارك 30% جهاز عدالة واستقلال قضاء، دلوقتي 2-3% في الحقيقة. ده تقدير، ده تقديري ورأيي شيء مرعب، يعني. نعم شيء مرعب. طيب أستاذ جمال عيد، المحامي والمدافع الحقوقي، ألف ألف شكر. شكرا جدا لكم، مع السلامة.